أحييكم فلسطين كلها، فلسطين الأرض والتاريخ والحضارة، فلسطين قبل السيد المسيح وبعده، وقبل القيامة والأقصى وبعدهما، فلسطين التراب والماء والهوية، فلسطين الحق الذي لا يمكن لطواغيت الأرض أن يمس حرفا واحدا منه، فلسطين محو مفاعل النكبة والنكسة واللجوء والمجازر والاحتلال والقتل والعنصرية، فلسطين الوعد والزند والحجارة والبندقية. من فلسطين هذه انطلق سلمان أبو ستة المولود في بئر السبع عام 1937، والدكتور الأكاديمي العالمي في الهندسة وصاحب المؤلفات والأبحاث الكثيرة. من هذه الفلسطين انطلق ليوثق كل ذرة تراب وشجرة ونسمة، ليكشف ويرسم خرائط فلسطين، ويؤلف أطلس العودة وأطلس فلسطين، وينبش إرث بلداتها وقراها منذ ما قبل تاريخ الأسقف أوسيبيوس من قيسارية وحتى الساعة، ويثبتها حقا دامغا إلى قيام الساعة. عن فلسطين وأطلسها وأرضها سيكون حوارنا مع الدكتور سلمان أبو ستة بعد تقرير عن فحوى أطالسه. فلسطين في أطلس أبو ستة. ليس أطلس واحداً ما أنجزه الدكتور سلمان أبو ستة خلال السنوات الطويلة الماضية، بل هي مجموعة أطالس سحب خرائطها من التاريخ وأرشيف المستعمر ورسم بعضها حتى كاد الأمر يبدو إعجازياً، وأخرجها في ثلاثة رئيسية: أطلس فلسطين طريق العودة عام 1916، وأطلس فلسطين بين 1917 و 1967، وأطلس فلسطين بين 1871 و 1877. لم يترك فيها حجراً في فلسطين لم يقلبه ومكاناً لم يوثقه عبر عشرات الخرائط والآلاف من أسماء الأمكنة، متناولاً فلسطين تاريخياً وجغرافياً وديمغرافياً والسرديات الإسرائيلية والغربية المزورة منذ نشأة المشروع الصهيوني وتشريح النكبة وما بعدها والبنية التحتية التي فقدت بعدها والمعالم الأثرية والدينية، ما بقي منها وما أبيد، ومحاولات طمس الهوية والتهجير العرقي في المدن والقرى والخرائب والأحياء والشوارع والأزقة في أضخم عمل موسوعي حتى الآن. تحدد الأطالس فلسطين منذ ما كتبه تاريخ أسقف قيصرية المسيحي الفلسطيني أوسابيوس أي عبد الأحد عام 313 للميلاد، وصولاً إلى تحديد حدود فلسطين ابتداءً من قرار سنة 1841 بين العثمانيين ومحمد علي عقب خروجه من بلاد الشام، وتستمر حتى تحديد حدود فلسطين مع لبنان وسوريا عبر اتفاقية عام 1906 بين العثمانيين والانتدابين الفرنسي والبريطاني، وتحديد الحدود مع شرق الأردن وصولاً إلى كل ما حصل إبان النكبة وبعدها محلياً وإقليمياً ودولياً مع خرائط مفصلة ودقيقة. تحية لكم من أجراس المشرق. دكتور سلمان أبو ستة أحييك سيدي، تحية لك من بيروت. نبدأ معك دكتور سلمان بأطلس طريق العودة، ما هي محتوياته، على ما تدل هذه المحتويات، وبالخلاصة أين أردت الوصول من خلاله؟ أشكركم الأستاذ غسان على دعوتي
وهذا واجب علينا وعلى كل فلسطيني وكل عربي أن يسجل حقه بكل الوسائل الممكنة. طريق العودة هو نتاج عدة أطال سابقة عن توثيق فلسطين في عدة عصور. أما طريق العودة فهو الغرض من هذه الأطال السابقة. ما هو الغرض؟ الغرض هو تسجيل فلسطين كما هجرنا منها وكما احتلها العدو الصهيوني، ثم ما هو وضعها الآن، وما هي المستعمرات التي أنشأت على أرضنا، ومن هم هؤلاء الذين يعيشون على أرضنا. وبالتالي نحن عندنا صورتان، صورة قبل النكبة وصورة عن الوضع الحالي. لماذا؟ لأننا نريد للنشء ولكل فلسطيني ولكل عربي في الواقع أن يعرف كيف يستطيع العودة إلى وطنه المهجر منه في أصغر مكان من فلسطين. نعم. من واحد من 1200 مدينة وقرية وواحد من 560 مدينة وقرية هجروا عام 48، يستطيع أن يصل إليها الآن بالطرق الحديثة التي شقها المستعمر الصهيوني، وأيضا الطرق والمعالم القديمة فيها. فهو إذن هو وضع لما كنا عليه من حق وما وصلنا إليه من وضع باطل نريد إزالته. نعم. دكتور سلمان أبو ستة، أطلس فلسطين 1917-1966، لماذا اخترت هذه الفقرة وعلى ما تحتوي؟ نعم، يعني أقصد هذه الفترة من 17-66. نعم، طبعا البداية معروفة، هي نهاية أو قرب نهاية الحرب العالمية الأولى ووعد بلفور المشؤوم في 2 نوفمبر 1917، وبعده بثلاث سنوات بدأت إدارة الانتداب عملها في فلسطين على يد الصهيوني هربرت سامويل. وطبعا في هذا الأطلس المتكون من 700 صفحة شرحنا أوضاع فلسطين، أولا الانتداب وما هو، ثانيا فلسطين أرضا وشعبا، ثالثا النكبة وكيف حدثت، رابعا ما بعد النكبة. ولذلك التاريخ التالي هو 1966 هو يوصلنا إلى ما قبل حرب 67، أي ما بعد النكبة وماذا حدث لأراضينا وممتلكاتنا بعد أن هجرنا منها. وهو جزء مهم جدا وغير معروف للكثير. مثلا كيف ومتى بدأوا في تدمير قرانا وبيوتنا ولماذا؟ ثانيا كيف بدأوا عملية النهب والسلب لبيوتنا على طريق أولا اليهود المجاورين والمستعمرات، ثم عن طريق المنظم للحكومة، ثم عملية التدمير المستمر والمنظم اللي استمر 15 سنة لتدمير كل أثار وجودنا في فلسطين على مدى 4000 عام، بغرض طبعا أن يقولوا أنه لم يكن هناك شعب هنا. وهذه نقطة مهمة الحقيقة. نعم. لأنه في كل الحالات المستعمر عندما يقتل أصحاب الأرض ويحتل أرضهم لا يهتم بما يجري بعد ذلك، ولكن الصهيونية على مدى 150 عاما من القرن التاسع عشر بدأت تنشر خرافة أن فلسطين أرض بلا شعب ونحن شعب بلا أرض. ولذلك يريدون القول بأنه لم يكن هناك شعب. لماذا؟ لأنه إذا وجد جسم الجريمة فالجريمة تكون ماثل العيان، فلذلك يريدون أن يقولوا لم يكن هناك شعب وبالتالي لا تكون هناك جريمة. وأريد أن أنوه هنا أننا كنا نقرأ من زمان عن خرافة فلسطين أرض بلا شعب، نشروها طبعا في بداية القرن التاسع عشر الجماعة اللي اسمه العائدون إلى فلسطين، وشجعتها طبعا الإمبريالية الغربية إنه هو أرض خالية.
كنا نعتقد أن هذا جهل أو حلم، ولكن اتضح لي بعد ذلك أنهم يعرفون تماما أن هناك شعب في هذه الأرض، بل أكثر من ذلك البعثة البريطانية التي جاءت إلى فلسطين عام 1871 وبقيت 4 سنوات، سجلت كل مكان في فلسطين، 12,000 اسم مكان، وسجلته في 26 لوحة و10 مجلدات، فهم يعرفون تماما أنه فلسطين بها شعب. ولذلك أنا عملت الأطلس الثاني، هو أطلس 1871، في تكبير وتصليح وزيادة المعلومات الناقصة في هذه المسح البريطاني. نعم. فعندما قدمت المجموعة الصهيونية، اللجنة الصهيونية، إلى مؤتمر السلام في فيرساي عام 1919 خريطة لفلسطين مهشرة عليها، ملغى فيها كل المدن والقرى، ومؤشر عليها مراعي أغنام، فقبلها مؤتمر السلام في باريس وأيدوا وعد بلفور. هنا هذه الجريمة يعني واضحة للعيان، لأن القوى الاستعمارية بالذات بريطانيا أولا ثم فرنسا كانوا يعلمون تمام العلم أن هذا كذب، لأنهم قبلها بسنوات قليلة أنجزوا دراسات كثيرة. نعم. كمان الفرنسيين أنجزوا دراسات كثيرة. في عندنا واحد اسمه غوران، فيكتور غوران، كتب 7 مجلدات عن زيارته لكل المدن الفلسطينية ونشرها، وهو يهودي فرنسي. الألمان ما قصروا أبدا، عندك كليبرت وعندك فان ديفيلد، نشروا خرائط في منتصف القرن 19 لفلسطين دقيقة إلى حد كبير. فهم اسمح لي أن أسألك هنا، هل تدخل الاستشراق، وأنت تعرف أن جزء من الاستشراق هو مغرض بحق تاريخ بلادنا، هل زور المستشرقون جزء من التاريخ الفلسطيني أو زوروا جزءا كبيرا منه؟ نعم نعم، سأجيب على ذلك. أريد أن بس أكمل أنه عند في مؤتمر السلام في فيرساي، عندما وافقوا على وعد بلفور باعتبار أن فلسطين أرض خالية، كانوا يعلمون تمام العلم أنه هذا كذب، وبالتالي هم وضعوا قاعدة القضاء على الشعب الفلسطيني، بمعنى أننا نريد أن نحول فلسطين إلى أرض بلا شعب. فإذا التهجير العرقي والتطهير العرقي، أنا أقول التهجير العرقي أدق، لفلسطين اللي حدث عام 48 هو عبارة على تطبيق الخطة التي كانت موضوعة من زمان. نعم. وليست سوء فهم أو سوء تفاهم. نعم. الآن عن سؤالك عن المستشرقين، أنا ذكرت في أطلس فلسطين 1871 كيف أنني عندما حصلت على وثائق الفريق البريطاني اللي عمل مسح فلسطين في صناديق مغلقة لم تفتح من 150 سنة، ودرستها وبينت فيها أنهم كانت أهدافهم هي استعمارية أصلية. أجيب مثال على ذلك، يعني كانوا ينقبون في كل مكان، إذا وجدوا حجرا فيه مثلا كنيسة صليبية يكتبون عنه عند الصفحات، إذا وجدوا حجرا واحد عليه حرف عبري قالوا أن هذا كنيس يهودي، وأقاموا عليه المخيم وكتبوا فيه عدة صفحات ونشروا فيه عدة خرائط. وبينما جالوا في مكان 4 سنوات ورأوا أهالي 1200 قرية ومدينة ولم يذكروا سطرا واحدا عن أهالي فلسطين، لم يذكروا، كتبوا عن الأشياء والناس الميتين ولم يكتبوا شيء عن الأحياء. فهذا شيء يعني مدهش، وأنا ذكرته في خطابي الذي عرضت فيه الأطلس في عقر دار صندوق اكتشاف فلسطين الذي قام بهذا المهمة. ولكن ما الفرق بين هذا الأطلس وأطلس 1871 1977؟
ماذا استخلصت في الأطلس هذا؟ نعم، عندما اطلعت على وثائق البعثة البريطانية لفلسطين وحصلت كما قلت على الوثائق الأصلية التي أخذوها من فلسطين إلى لندن التي كانت مغلقة لقرن من الزمان أو أكثر، وجدت أن المعلومات التي جاءوا بها من فلسطين إلى لندن لعمل أطالسهم كانت ناقصة. أولا فيها معلومات كثيرة مفيدة لم يذكروها في التقرير النهائي، منها وجدنا 4000 اسم مكان غير مذكورة في المسح الذي نشروه، هذه واحدة. ثانيا وجدنا أخطاء جغرافية في مكان القرى والمدن تصل إلى حوالي 0.5 متر، والآن طبعا لا نلومهم كثيرا على ذلك لأنه لم تكن هناك أجهزة دقيقة. الآن احنا عندنا أجهزة دقيقة، فقرناها بالصور الجوية وبنظام اسمه GIS وصححنا أماكن هذه المدن والقرى في مكانها الصحيح. ثالثا أنهم هم أنكروا وجود أماكن أثرية إسلامية وعربية كانوا يكتبوا عنها آثار قديمة أو يكتبوا عنها مقابر أو ضروح، مع أن لها اسم، كانت هي عبارة عن مقامات وأماكن وشعائر دينية وهي موجودة حتى وقت الانتداب معروفة، لم ينشروها لأنها لا تؤيد رسالتهم التي تقول فيها أنه لا يوجد هناك عرب أو مسلمين أو غير ذلك. نعم. أزاحوا هذا فنحن رجعناه إلى أصله. رابعا أشرت كما قلت قبل قليل إلى أنهم يعني قاموا بإزالة كل أثر للوجود الفلسطيني فيها، بل أكثر من ذلك هناك شخص اسمه نعمان القساطلي يذكرونه بأنه الكاتب العربي، وأنا شفت الدفاتر التي سجل فيها هذا الشخص الأسماء العربية بدقة وبحثت عنه فوجدت أنه فلسطيني دمشقي، خلينا نقول سوري دمشقي مسيحي، وكان يعني خبيرا في الجغرافيا وكتب كتابين بعد ذلك عن دمشق وعن القدس، وكان جغرافيا مكتمل الخبرة، ولكنهم أشاروا له بكلمة واحدة، كلمة الكاتب العربي، The Arab Scribe، ولم يعطوه حقه في أنه أنجز الأسماء العربية. نعم. بشكل دقيق. نعم. وقلت كيف أنتم أهملتم الكتابة عن هذا الشخص الذي كان عماد الجزء العربي والتسمية العربية لأنه عربي، وكتبتم عنه Arab Scribe. كذلك هذه كانت الروح الاستعمارية الطاغية في المسح، ولذلك احنا أزلنا ذلك، بل أكثر من ذلك ما قلت ألقينا محاضرة في عقر دارهم وقلنا لهم انظروا كيف كنتم تضللون الناس قبل قرن من الزمان. كمان في نقطة أخرى أريد أن أضيفها، وهي أن هذه الخرائط التي عملوها وإحنا دققناها وصححناها وكبرناها في 600 صفحة بمقياس 1/25,000، هذه كانت القاعدة الأولى للصهاينة بعد هيرسل في معرفة أين توجد أماكن فارقة في فلسطين وأنشأوا عليها المستعمرات في بداية الانتداب. فعندي خريطة مبين فيها القرى الفلسطينية في الساحل وهي بينها فضاءات كبيرة، ثم مكان المستعمرات الصهيونية التي أنشأت بعد بلفور، وواضح أنه مكان هذه المستعمرات كان في الفراغات الموجودة بين القرى الفلسطينية. نعم. فكانت هذه الدفتر الجغرافي الأول للصهاينة. هل يمكنني أن أسألك ماذا بقي من الأمكنة التي كانت قديما بعد هذا الاجتياح الاستيطاني؟
إذا كنت تقصد بعد 48 هو في عدة مراحل حقيقة. نعم بعد 48. نعم بعد 48 عندنا في الأطالس تفصيل دقيق لكل قرية، ووضعنا لها 11 تفصيل. أولا قرية هجرت ودمرت، ثانيا قرية هجرت وعاد أهلها في بعض الأماكن، ثالثا قرية بقيت، رابعا قرية أنشأت بعد 48 بسبب زيادة عدد الفلسطينيين هناك واعترف بها الكيان الصهيوني، خامسا قرية أنشأت بسبب عدد السكان ولم تعترف بها الدولة الصهيونية خصوصا في النقب، وكذلك طبعا المستعمرات الصهيونية القديمة والحديثة، هذا طبعا بالإضافة إلى القرى في قطاع غزة والضفة الغربية. فنحن مسجلون تاريخ ووصف كل قرية وطبعا عدد سكانها وماذا حدث لها بالتفصيل في أطلس فلسطين 1917-1966. نعم، هل يطال التزوير والتلفيق فقط الأسماء أم البنية السكانية دكتور سلمان؟ طبعا هم خلافا لكل مشروع استعماري شنوا علينا 11 حرب مختلفة. المشروع الاستعماري العادي هو عبارة عن احتلال عسكري وقتل كثير من الناس ثم الاستيلاء على أرضهم وإبقائهم في أماكنهم كعمال أو يعني نوع من الرعاية. لكن إسرائيل شنت علينا 11 حربا، أريد أن أذكر بعضها بجانب الحرب العسكرية. أولا حرب لإزالة التاريخ، كل شيء يتعلق بوجودنا منذ 2000 سنة أزلوه سواء في الكتب أو على الطبيعة. نقول أنهم دمروا 560 مدينة وقرية ولكن هذا لم يتم اعتباطا، راحت البلدوزرات معها فريق الهدم، ولكن كان مع فريق الهدم فريق أركيولوجي إسرائيلي ينظر في كل بيت ومبنى قبل تدميره، فإن وجدوا فيه حجرا أو مكانا ينفع لهم لإثبات أن لهم تاريخ أبقوه. وغير ذلك دمروا التاريخ الروماني والبيزنطي والعربي الإسلامي والعثماني والمماليك وغير ذلك، كل ما لم يروا فيه فائدة لهم دمروه، هذا تدمير ممنهج. وإضافة لذلك عندما تجد كتب مدارس الإسرائيلية اليوم تجد أنها من عهد السيد المسيح إلى الحرب العالمية الأولى صامتة، لا تذكر شيئا عن الفلسطينيين وعن التاريخ. نحن دكتور سلمان سنتوقف سنصمت قليلا ولكن سنعود إلى الكلام على عكس ما صمت التاريخ اليهودي بعد الفاصل إذا سمحت، وأتمنى بعد الفاصل أن تخبرنا ببقية الحروب الأحدى عشر التي ذكرتها. أعزائي فاصل ونتابع الحوار مع الدكتور سلمان أبو ستة، انتظرونا، موضوعنا جددا من أجراس المشرق. دكتور سلمان أبو ستة، أنهيت الجزء السابق بذكر أن إسرائيل شنت علينا 11 حرب، ذكرت واحدة منها أو اثنين. أتمنى منك أن تكمل ولكن باختصار إذا سمحت. نعم كما قلت هذا خلاف كل المشاريع الاستعمارية. الحرب الثانية هي حرب جغرافية، مسحوا جميع الأسماء العربية الفلسطينية، خلينا نقول أدق الأسماء الفلسطينية حتى من تاريخها القديم الكنعاني، مسحوها من الخرائط بالكامل. في الأطلس الذي وضعته سجلت 55,000 اسم مكان، استعاضت عنها إسرائيل ب 6800 اسم
حرفوها بعضها من اللغة العربية أو الكنعانية، وبعضها وضعوه وضعا بواسطة اللجنة، بينما احنا تاريخنا الذي وضع الأسماء هو أهل هذه الأرض. كذلك الحرب الأركيولوجية كما ذكرت، ليس فقط بأنهم دمروا كل ما وجدوه من الأثار القديمة، بل أنهم زرعوا آثارا جديدة وادعوا أنها هي يهودية. وأيضا لأن الكثير من المقامات والأضرحة عميقة الجذور في التاريخ الفلسطيني ادعوا أنها لهم، حتى يعني إذا كان هناك ضريح للشيخ عبيد قالوا أنه هذا تاريخ الشيخ الرباي الفالح الكريم. كذلك الحرب السياسية، وهي تقودها طبعا الولايات المتحدة بأن ألغوا القانون الدولي باتخاذ قرارات الفيتو ضدنا، وكذلك الحرب الاقتصادية التي نعرف أنها هي يعاني منها الضفة الغربية وبالأخص قطاع غزة، وهو عار في جامين كل دولة أوروبية ساعدت على ذلك. وأيضا حرب الإشاعات واعتقاد أنه كل من يدافع عن وطني فلسطين فهو إرهابي، وكذلك حرب الدينية بأن نستدعو الخالق سبحانه وتعالى ليكون عونا لهم على أنهم وهبهم أرض فلسطين، وحرب اقتصادية معروف نتائجها في الضفة وغزة، وثم حرب إبادة بطيئة بأنهم في غزة أصابوا 7500 شاب في ركبهم، أصبحوا معاقين، وذلك لتحويل الشعب المقاوم في غزة إلى شعب من المعاقين مشغولين بحياتهم اليومية. هذه حروب كلها لم يمر في تاريخ الاستعمار مثلها على الإطلاق، ولذلك إن عدونا هو عدو لا مثيل له في التاريخ في شراسته. وهذا أيضا سبب يدعونا أن نقول أنه لن تستمر له حياة، لأنه لا يمكن أن نستمر هذا العمل الإجرامي خلاف التاريخ والجغرافيا والواقع والمنطقة. نعم دكتور سلمان، أنا أعلم جيدا من خلال ما قرأته في أطلسك أنك اهتممت بتاريخ فلسطين بشكل جذري من حملة نابليون 1799، ولكن أنا أيضا أريد أن أعود وإياك إلى مؤرخ مفصلي لتاريخ فلسطين، وهو الأسقف أوزيبيوس القيصري من قيصرية، وأنت تعلم أن أوزيبيوس يعني هو بالعربية عبد المسيح، بالسريانية هو المحلية اللبنانية اسمه حوشب، ولكن هذا الأسقف على قيصرية تاريخه صحيح عن التاريخ المسيحي، ولكن خصص فلسطين بأمور كثيرة لأنه من فلسطين. ماذا يمكننا القول عن هذا التاريخ؟ نعم، أنا سعيد جدا بأني عثرت على أعماله قبل حوالي 15 سنة، ورأيت هذا الأسقف الفلسطيني الذي كان يعيش في قيصرية كيف أنه سجل لنا إرثا لا مثيل له، لأنه في كتابه أمنا السيكون سجل لنا تقريبا كل قرى وأماكن فلسطين، وكان ذلك بغرض تسهيل الطريق على الحجاج الذين كانوا يأتون إلى القدس للزيارة للحج. هذا الأسقف يعني عمله رائع جدا، ولكن لم يكن معلوما باللغة الإنجليزية إلا من حوالي 20 سنة. أخذنا هذا الكتاب وحولناه إلى أطلس عندنا، وسجلنا فيه الأماكن التي ذكرها، وقمت أنا بمقارنة هذه الأماكن وأسماء هذه الأماكن بأطلس فلسطين الذي وضعناه عن أيام الانتداب، وأدهشني وكان لازم لا يدهشني أنه كل الأماكن التي ذكرها في مكانها الصحيح، بل أيضا وفي نطقها الصحيح باستثناء بعض الكلمات
بي اتش زي فيليب كانت تنكتب بدل الفاء بي اتش وغير ذلك، ولكن كل الأسماء الرامة موجودة، طبعا بيت لحم موجودة، وكل الأسماء في فلسطين لا تزال هي. وقارنتها أنا بالأطلس تبع النكبة الحديث وهي مطابقة لها تماما، ولكن عملت من هذا الأطلس خريطة أخرى علمت بالأحمر القرى التي دمرت الصهيونية عام 48. هنا نقول ليس فقط كفلسطينيين، نقول احنا لان اصحاب الارث الانساني، الا يجب على اليونسكو او على العالم المتحضر الذي هب للاحتجاج على تدمير التراث عالمي ان لا يحتج على تدمير هذا التراث؟ انا اريد اخي غسان ان اقول لك شيئا من تجربتي الشخصيه. تفضل. في بلدي اسمها المعين الذي ولدت فيه عام 1937 كان عندنا ضريح اسمه الشيخ نوران، وكانت النساء تذهب إليه وترجو أن ترزق بولد وتتضرع إليه. كان شيخا مثل 34 ألف اسم مقام ومكان ديني في فلسطين سجلناه في الأطلس، فلم أخذ في هذا الموضوع بأي أهمية خاصة، ولكني بعد عام 1995 تمكنت من زيارة مسقط رأسي لأول مرة بعد 47 عاما، وذهبت إلى مكان هذا الضريح وكانت ابنتي معي، وجدته مهدما، ونظرت من خلال النافذة المكسورة وأنا أحمل كاميرتي، فنظرت إلى الداخل ولم نكن نرى إطلاقا ما هو كان بداخل هذا المكان، كانت له شباك مغلق وباب مغلق. فلما طلعت على الصورة التي أخذتها هناك ونظرت فيها عجبت أشد العجب، لأن وجدت في الداخل صليب بيزنطي المعقوف، صليب بيزنطي. فعدت إلى تاريخ إكلاستيكا، تاريخ الهيستوريكا إكلاستيا، ووجدت أن بلدتي هذه كانت مكانا للمسيحية الأولى القديس هيلاريون، وكان القديس هيلاريون يتنسك هناك وكتب عن تاريخ المسيحية في هذا المكان في بلدتي في مكاني. وعندما راجعت 34 ألف اسم مكان وجدت أن كل الأماكن اللي عندنا اللي كنا نسميها الخضر كان أصلها المسيحيين وقت البيزنطية. هذا ماذا يدلك على ذلك؟ يدلك على أشياء كثيرة أريد أن نركز عليها. أول شيء يدلك على أننا نحن شعب في هذه الأرض، حتى لو اختلفت الديانة أو ربما لهجتنا اختلفت أو تغيرت، هذه النقطة الأولى. ثانيا النقطة الثانية أن جذورنا عميقة بغض النظر عن اللهجة وعن الديانة التي نقتبسها، وإننا تمسكنا بنفس الأماكن التي كنا نتعبد فيها إلى يومنا هذا. إذن نحن نتمسك بالأرض وبالتراث وبالعقيدة حتى لو غيرنا الاسم أو حطينا عليها قماشا أخضر وسميناها الخضر. هذا في رأيي أعظم مثال على يعني التاريخ الممتد للشعب الفلسطيني في أرضه. نعم، أيضا أنت تعرف جيدا سيدي أن الخضر أو مارجرجوس جورجيوس أي الحارث هو فلسطيني من اللد أيضا، يعني سان جورج. ولكن أنا أريد أن أقول للسادة المشاهدين أن أوزيبيوس كتب تاريخه سنة 313 للميلاد، وأن يكون نعم. هذا التاريخ طيلة 1700 عام ما يزال قائما، هذا أمر حقيقي ومدهش. أنا حتى أختصر نعم. الوقت معك لأنني أعرف أن لديك بحر من المعلومات. سيدي، ما موقع القدس في أطالسكم؟ نعم، تكمل لآخر جملة قلتها. فضل. أنا عملت محاضرات في أوروبا كثيرا وقلت أتحدى أي مدينة أوروبية التي هي في الوقت المتأخر
أصبحت مقر الاستعمار الغربي، أي مدينة أوروبية كبيرة أو صغيرة تستطيع أن تقول أن لها تاريخ مسجل مثل أصغر قرية في فلسطين ولا واحدة فيهم. أنا أقول ذكرت القدس، القدس فلسطينية أطول عمراً من لندن إنجليزية، أطول عمراً من لندن الإنجليزية. طبعاً القدس هي أرض اليابوسيين، وهي الكيان الذي أنشأت عليه تاريخنا من السيد المسيح إلى المسجد الأقصى. يعني لا يوجد في التاريخ، يعني كوننا سميناها القدس بدل كلمة إيليا معناها أنها المكان المقدس. وبالتالي عندما يحاول هؤلاء المستعمرين الجدد أن يدعوا أنها لهم، فيعني هذا افتئات على الطبيعة واتفاء على التاريخ. لا يوجد هبة شباب القدس الطبيعية العزل من السلاح وبصدورهم هو مثال حي على أنهم ينتقمون ويثورون لتاريخهم وإرثهم في الجينات التي تعيش في جسمهم. فحتى كتب بعض الصهاينة أنه هرتزل وحتى بن غوريون لم يكن يهتم بالقدس، كان يريد يعمل عاصمة في مكان آخر، ولكن يريدون أن يعطوا لأنفسهم صفة تاريخية. كما قلت هم يعني يجندون الخالق سبحانه وتعالى أن يبين أن لهم حقا في فلسطين، ولكن القدس ستبقى هي يعني صخرة فلسطين الأولى، تاريخها لا يمكن أن يمسحه أحد أبدا. نعم. وهذا الدليل كما نراه اليوم عندما هبت كل المدن الفلسطينية حتى تحت احتلال إسرائيلي، منهم اللد. ذكرت حضرتك كلمة اللد، المارس جورجيوس، ألا تعلم أن المرحوم جورج حبش هو من اللد؟ نعم. ولما رأى أطلسي قال أيوة هذه كنيستي، مار جورجيوس هذه كنيستي، وأشر عليها على الأطلس. فيعني نعم. كان يقول لي كلمة لا أنساها أبدا، قال أنا قضيتي في فلسطين بسيطة، أنا أريد أن أرجع إلى بيتي بجانب مار جورجيوس في بلدة لد. هذا نعم. تعريفي للعودة. نعم سيدي، من يمر على هذا الجهد المذهل والذي ترفع له القبعات يرى فلسطين، كل فلسطين يراها قضية أولا وطنية، يراها قضية إنسانية، قضية ثقافية، قضية ضد التزوير، وقضية حضارية. لكن هناك من يريد أيضا أن لا يرى في فلسطين إلا الموضوع الديني أو صراعا دينيا أو أقصى أو قيامة. على ماذا اعتمدت في إعادة ضخ فلسطين للناس وللأكاديميات؟ اعتمدت على قاعدتين، الإنسان والتاريخ. الإنسان له حق لا يمكن إزالته، والتاريخ هو شهادة ميلاد وحياة لا يمكن مسحها. التاريخ والإنسان يتمثلان في فلسطين. وكما تذكرت حضرتك قبل قليل، أينما كنت في العالم، سواء كنت متدينا أو كنت وطنيا أو كنت يعني مؤيدا للقانون الدولي أو بأي شكل من الأشكال، مهما تقلبت الوجوه التي ترى فيها فلسطين، تجد أن عليك واجبا لا يمكن الانفضاض منه، وهو أن تقف إلى جانب الحق الفلسطيني. كيف يعني؟ أنا أريد أن أقول لك أشياء كثيرة لكن الوقت ضيق. تعرف أنه عندنا في شرق الأردن
اللي هي طبعا وثيقة الصلة بفلسطين، عندما يولد مولود يعلقون له الجرس، يعلقون له الجرس ويضعون شاشة بيضاء على البيت دلالة على وجود مولود. هذا التاريخ تبعنا لا يمكن أن يتغير، لأنه نحن نفس الشعب ونفس الناس، سواء كان مسلما وكان مسيحيا. ما عندنا إحنا تسمية للفلسطيني إلا أنه صاحب أرض ووطن، وهذا يدل على أنه جذورنا أقوى. يعني أنا اسمح لي أن أذكر مرة أخرى كما قلت قبل ذلك، كيف كنا نذهب للدعاء والصلاة عند مقام الشيخ نوران وهو كان مقر تعبد القديس هيلاريون، لأنه إحنا نفس الناس. يعني إحنا نفس الناس. نعم، هذه يعني هذه الأضرحة وهذه قبور الأولياء والصالحين كثير منها في المشرق تم توارثها من دين إلى دين. سيدي أنا يعني لدي كثير من الأسئلة، ولكن حتى أخذ ما تبقى من الوقت، هل هناك مقبولية في الجامعات الغربية لهذا النتاج، لهذه الأطالس؟ سؤال مهم وأشكرك عليه. معظم الجامعات الغربية والأوروبية، أو خلينا نقول الكبرى منها، عندها الأطلس. غالبا وصلها من الجاليات الفلسطينية المقيمة هناك، وعندهم ابن أو بنت تدرس في الجامعة، فأهدوا للمكتبة الجامعة نسخة منها. كذلك بعد انتشار الكلام عن الأطلس صاروا الجامعات تطلبه. كذلك صدرت عدة رسائل دكتوراه عن الأطلس. قبل أيام قليلة جاءتني رسالة من روسيا، من الكنيسة الأرثوذكسية هناك الذين يهتمون بقضايا الشعوب، طلبوا كل الأطالس التي أصدرناها وأرسلتها لهم. الأطلس موجود في الأمم المتحدة ومكتبة الكونغرس لديها، ولكن النسخة العربية من الأطلس محدودة التوزيع، مع أنه حاولنا نوزعها على أكبر قدر ممكن، ووزعت أنا نسخ هدية 700 نسخة على جميع مدارس وكالة الغوث، لكن الطلبات التي تأتي من عائلات فلسطينية. للأسف أريد أن أسجل أن السلطة أو ما تبقى من المنظمة لم تقم بأي جهد حتى للحصول على هذه الأطالس وتوزيعها على السفارات على الأقل أو على المدارس. وفرت علي سؤال، عدة مرات كلمتهم وهم على علم، ولا أريد أن أذكر أسماء، على علم وقلت لهم. نعم. هذا ولم يقوموا بعمل، وهذه يعني تحسب لهم سالبة لا يمكن نسيانها. هذه تحسب عليهم وليس لهم. ووفرت علي سؤال بالمناسبة عليهم. سيدي في نعم. في آخر هذا اللقاء يعني أريد أن أسألك كيف يمكن بعد أن أعدت عجين، يعني عجنت هذا التاريخ الفلسطيني، خبرت هذا التراب، شممت رائحته، كيف يمكن لنا أن نعيد ضخ الإرث الفلسطيني للأجيال القادمة وللعالم؟ درس واحد أساسي وغيره ثانوي: علموا أولادكم الوطن، درسوا أولادكم فلسطين، إن لم يكن في المدرسة ففي البيت، ليكن شعاركم في البيت فلسطين، أكلكم فلسطيني، مناسباتكم التاريخية عن فلسطين، كلامكم عن فلسطين، لهجتكم عن فلسطين. تذكروا المآسي التي تحدث كل مرة في ذكرى دير ياسين، ذكرى النكبة، ذكرى مذبحة عين الزيتون التي هي كانت موضع كتاب باب الشمس، عيلبون،
الكنيسة التي ذبح أهلها الصهاينة، كل هذا يجب تذكيره. هم أخذوا الأرض ويريدون أن يمسحوا من أذهاننا هذه الأرض. حربهم هي الآن عن احتلال العقول. التطبيع جزء من هذا البرنامج، وأنا أقول بكل دقة التطبيع جريمة حرب، لأنه ميثاق روما الذي مؤسس الذي أسس محكمة الجنايات الدولية يقول أن جريمة الحرب تقع على من أطلق الرصاص ومن أمر بالقتل ومن وافق على القتل وبمن سمع بالقتل أو أيده أو أيد القاتل أو أعانه أو تعاون معه. فإذا كل الدول التي طبعت مع إسرائيل هي اقترفت جريمة حرب. فهذه النصيحة هي الأساس الذي بإمكاننا القيام به، ولا يحتاج لفلوس ولا يحتاج لدول توافق عليه أو لا. أولادكم وعقولهم وتاريخهم وتربيتهم هي الثروة التي لا يمكن أن تعوض، وهذا هو الميدان الذي أمامنا الآن. ونحن في الميادين وفي هذا البرنامج دكتور سلمان أبو ستة، أنت تعرف أن البوصلة فلسطين، وأن المقلاع الذي يحمله ذلك المقعد الذي بات شهيدا ويضرب به الإسرائيلي هو السمت الوحيد لاستعادة كل ذرة من هذه الأرض التي نحب. أنا أشكرك. أعزائي، لم يشهد التاريخ البشري وحشا استيطانيا دمويا كالإسرائيلي، ولكنه أيضا لم يشهد إنسانا مقاوما صبورا جلودا كالفلسطيني الذي تتراوح مقاومته بين اللحم الحي والحجر والسكين والبندقية. إنه الحق الذي لا ولم ولن يزول. شكر عميم للدكتور سلمان أبو ستة على جهده وعمله ونتاجه وأطالسه وحضوره في أجراس المشرق، وشكر موصول لزملائي في البرنامج والميادين على تعبهم. سلام على فلسطين، كل فلسطين.